رجعنا مع حضراتكم مرة تانية. الحقيقة زي ما بنقول النهاردة يوم جديد إن شاء الله يكون يوم يعني سعيد على الكل، يوم مليان بالتفاؤل والعمل، ويعني نتمنى الجو يبقى كويس إن شاء الله. رطوبة بقينا هي من أولها. احنا عايزين نتكلم برضو مع حضراتكم بعض الأمور اللي تتعلق بالصحة. واضح إن بدأت ترتفع تاني حالات الإصابة بفيروس كورونا، 184 إصابة و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة فقط. الموضوع يمكن محتاج ان احنا نهتم بشكل اكبر بالصحه العامه، نحافظ صحيح. على نفسنا، والاجراءات الاحترازيه بقى مره ثانيه، لان احنا يعني في تراجع شويه، وبدا الحمد لله تاني يعود بقوه موضوع الاهتمام من جانب وزاره الداخليه صحيح. بالتفتيش والرقابه والمتابعه على سائقي المواصلات العامه والمرتديها، والتفتيش على موضوع الكمامه، وده امر مهم جدا لان الالتزام بيها لازم يعني يستتبعه نوع من التطبيق الصارم او الحاسم. صحيح، يمكن زي ما انت بتقول كده يعني محمد، انه يعني في يعني توازن مع الدوله بالنسبه للرقابه والتشديد على الاجراءات الاحترازيه، لكن برضو لازم يكون في، ما يبقاش في تراخي من جانبنا احنا كمواطنين. نقدم على التطعيم اللي ما قدمش يقدم، انت قدمت ولا لسه؟ يعني مستني دوري. طيب انا خدت اول جرعه يعني من استرازينيكا ولسه مستنيه الجرعه الثانيه. نرجع بقى للطقس مرة تانية ونشوف بقى أخبار الطقس إيه. خلي الدكتور محمود شاهين يعرفنا بشكل أكبر بدل ما نقعد إحنا نسرد ونساوى تفاصيل، هو يعني كان عرفنا عنها بشكل كبير. دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهلا بحضرتك معانا يا فندم. طبعا خير استاذ محمد، اهلا بيكم يا فندم وكل الساده المشاهدين. طمنا يا فندم على احوال الطقس، واضح ان الرطوبه بادئه شويه يعني عاليه الصبح. الرطوبة طبعا عالية، هي دي تعتبر الحاجة المؤثرة خلال هذه الفترة. درجات الحرارة الحمد لله عادت إلى المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من كل عام. فعلا درجات الحرارة تعتبر على كل سواحلنا الشمالية من 30 ل 32 درجة، وعلى القاهرة والوجه البحري ما بين 35 و 37 درجة. بترتفع شوية طبعا على جنوب البلاد سواء في شمال الصعيد أو في جنوب الصعيد، بتتراوح بين 38 على جنوب البلاد وتصل إلى 40 أو 42 درجة على جنوب الصعيد. لكن نسب الرطوبة وارتفاعات اللي بتتجاوز 85% على القاهرة وبتتجاوز 90% على سواحلنا الشمالية هي اللي بتزود إحساسنا طبعا بارتفاع درجات الحرارة سواء في فترة النهار أو في بعض الفترات في الليل، خاصة المناطق المقفولة. أما المناطق المكشوفة أو المفتوحة إلى حد ما في فترات الليل، فالنشاط الرياح الخفيف اللي بنشوفه بالليل ده بيقلل شوية من إحساسهم بارتفاع نسب الرطوبة. الرطوبة دي من ضمن الحاجات اللي بتأثر بيها هي الشبورة المائية اللي بنشوفها الصبح بدري، ولكن الحمد لله تعتبر شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة على قيادة السيارات الحمد لله، وعلى الطرق سواء كانت طرق زراعية أو طرق صحراوية قريبة من مسطحات مائية. وقتها عادة بيكون بعد الفجر وبتستمر لغاية الساعة 6 7 صباحا، بعد كده الأجواء بتبقى مستقرة تماما على أغلب الأنحاء. أيضا الملاحة البحرية معتدلة سواء في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر إلى حد كبير بالنسبة للسادة المصيفين. أما طبعا بالنسبة لحركة الملاحة البحرية فممكن يكون في اضطراب نسبي في الملاحة البحرية على البحر الأحمر نتيجة ارتفاع الأمواج في عمق البحر الأحمر إلى ما يقرب من 3 أمتار. بخلاف كده الأجواء شبه مستقرة تماما وأجواء صيفية يعتبر مستقرة إلى حد كبير. يعني متوقع إمتى يعني الطقس يبقى لطيف شوية؟ هو طبعا حضرتك بعد انتهاء فصل الصيف الى حد ما ويبدا فصل الخريف واعتدالات الخريف ودرجات الحراره الممتعه جدا اللي هي تعتبر افضل درجات حراره على مدار السنه كلها اللي بنشوفها في فصل الخريف، لما يدخل علينا باذن الله بدايه من 22 سبتمبر تبدا الاجواء الى حد كبير تكون اكثر استقرارا، يعني بمعنى اوضح مش استقرار طبعا لان الخريف فيه تقلبات جويه ما بين امطار وغير ذلك، ولكن درجات الحراره بتبقى فيها تحسن كبير طبعا. طب حركة يعني الرياح أو نشاط الرياح في المدن الساحلية وتأثير ده إيه على حركة الأمواج أيضا والملاحة هناك؟ لا الحمد لله دي البحر المتوسط معتدل وبيسمح لكافة الأنشطة البحرية من صيد وسباحة وملاحة، مفيش أي مشاكل سواء في البحر المتوسط. اعتدال الأمواج هناك بيخلي الأمواج بتتراوح من متر إلى 2 متر في عمق البحر المتوسط. البحر الأحمر بترتفع فيه الأمواج إلى ما يقرب من 3 أمتار في عمق البحر الأحمر، وده بيؤدي إلى اضطراب ولكنه اضطراب محدود في المنطقة البحرية على البحر الأحمر. محافظات الجمهورية فنشاط الرياح بيكون على فترات متقطعة في فترات الليل خاصة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة، وده اللي بيقلل شوية من إحساس بارتفاع نسب الرطوبة بالليل. بنشكر حضرتك دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كنت معنا عبر الهاتف.
شاء الله في احتمال يبقى الجو كويس يعني. هو الدكتور محمود قال لك لما صيف هنستنى انا عشان انت حرام بس يعني انا ماشي نتابع مع حضراتكم بيان بدرجات الحراره.